الدجال يخرج خلة بين العراق والشام فيجوب الأرض كلها. يأتي إلى الإنسان أو إلى الناس، مجموعة من الناس، فيأمرهم أن يؤمنوا به، فإذا آمنوا فتح لهم بابا من الجنة وأمرهم أن يدخلوا. يقول أو للقرية يقول لهم آمنتم بي، يدعي أنه هو الرب، فإن آمنوا به أمر السماء فأمطرت والأرض فأنبتت فينتشر خبره بين الناس، هو ينزل المطر وينبت الزرع، إذن هو الله. ضعاف الإيمان يصدقون، ويأتي للقوم يكفرون به فيعذبهم ويحرقهم ويأمر السماء فتمسك والأرض فتجدب، فيبدأ الناس يفتنون بهذا الرجل. متى يأذن الرب لي للخروج من هذه الجزيرة؟ سأخرج من هذه الجزيرة قريبا. آمنوا بي وأعبدوني كي أمطر عليكم السماء وأنبت لكم الأرض. أذا كنت ربنا، هل يمكنك أن تمطر علينا السماء؟ نعم يمكنني. في الوقيتة اللي العالم عامر بالأزمات والحروب والملاهي وانشغال الناس، في الوقيتة اللي البشرية نساتو وما بقاتش كتذكرو، غادي يخرج عند الناس وغادي يقول لهم أنا هو المخلص، وغادي يحاول يضلل الملايين من المعجزات الخارقة ديالو. هاد الشخص هو المسيح الدجال، أكبر فتنة عرفتها البشرية. اليوم غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد الشخصية المثيرة للجدل. شكون هو المسيح الدجال؟ كيفاش غادي يبان؟ وشنو هي الفتنة الكبيرة اللي غادي يجيب معه؟ المسيح الدجال هو شخصية وردت في الأحاديث النبوية وكيتعتبر من العلامات الساعة الكبرى. تسمى بالدجال بسبب الخداع والمكر ديالو والقدرات الخارقة اللي عطاه الله، اللي كتخليه أنه يدير مجموعة ديال الأشياء اللي كتبان للناس كمعجزات، وهذا الشيء اختبار المؤمنين. الأوصاف اللي جات في المسيح الدجال في الأحاديث أنه عنده عين واحدة، ووسط الجبهة ديالو مكتوبة كافر، وهذا كافر ما يقدرش يقرأ أي واحد غير الناس اللي عندهم إيمان قوي. القدرات الخارقة اللي عنده المسيح الدجال غادي يكون عنده قدرة بحال إحياء الموتى وإنزال الأمطار، وعنده أيضا القدرة أنه يحول الأراضي القاحلة الغير صالحة للزراعة إلى أراضي عامرة بالخضر والفواكه والنباتات. فتصور معايا شحال من واحد غادي يصدق هاد المعجزات وغادي يتبع المسيح الدجال، حيث غالبا الناس اللي غيتبعوه على مصلحتهم، لأنهم غادي يكونوا ميتين بالجوع ولا بالعطش، أو تبعوه على الأموال والذهب اللي عنده. يقال أن أغلب الأتباع ديال المسيح الدجال من النساء، وغيحاولوا ديك الساعة الرجال يربطوا عيالاتهم خشية أنهم يتبعوه. فينا بلاصة غيبان المسيح الدجال وكيفاش غيكونوا التحركات ديالو؟ بزاف ديال الأحاديث كتشير أن الدجال غادي يبان من الجهة ديال المشرق، وتحديدا في خراسان، وأغلب الأتباع ديالو في أول ظهور ديالو غادي يكونوا من يهود أصفهان. المسيح الدجال معروف بالسرعة ديال التنقل ديالو، فهو غادي يدوز جميع المدن والبلدان في مدة قصيرة. السرعة ديالو بحال السرعة ديال الرياح، ما كان واحد اللي ما غاديش يقدر الدجال يدخل ليه هو مكة والمدينة المكرمة بسبب تواجد الملائكة اللي غادي تحمي المنطقة. واحد المعلومة العجيبة هي أن الدجال غادي يكون عنده جنة ونار، ولكن اللي غادي يدخل الجنة ديالو غادي يلقى النار، واللي غادي يدخل النار ديالو غادي يلقى الجنة. الفتنة ديال الدجال هي من أخطر الفتن اللي غادي تواجه البشرية، حيت بزاف ديال الناس غادي يتبعوه بسبب العجائب اللي يقدر يخلقها. ولكن كيفاش غادي نواجهوا هذه الفتنة؟ أول حاجة خصنا نتمسكوا بالدين، الإيمان بالله والوحدانية ديالو هو السلاح الأقوى ضد هاد الفتنة ديال الدجال. ثاني حاجة هي قراءة 10 آيات من سورة الكهف الأولى والأخيرة، فهي كتحمي من الفتنة ديال الدجال. وآخر حاجة بالنسبة للناس اللي غادي يعصروا الدجال، فهما يحاولوا اللي يسمعوه باللي جاي يهربوا من ديك البلاصة باش ما يتغروش بالعجائب ديالو، وممكن من داك الفتن ديالو غيتبعوه بلا ما يحسوا. واش كنتي عارف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الدجال غادي يبقى في الأرض 40 يوم، والنهار الأول بقوة الفتن اللي غادي يديرهم المسيح الدجال غادي يدوز بحال السنة. المسيح الدجال هو فتنة خطيرة، واللي يسمع بها غادي يعرف بزاف ديال الحوايج، وأننا خصنا نبقاو واعيين ومتشبتين بالدين ديالنا. قولوا لي في التعليقات واش كنتي عارف على الفتنة ديال المسيح الدجال أو ما كنتيش عارفها.